عشاق الرياضة. برنامجكم اليومي جديد سبور ميكس على راديو مسك. رجعنا من جديد في سبور ميكس في الجزء الثاني من حصتنا اليوم باش نحكيو على النادي الافريقي. موضوع كنا بديناه البارح بخصوص الكاميروني اللي جا للفريق أرموند كو. فما تفاصيل تقريبا أستاذ كمال بن خليل البارح كنت موجود معايا، لكن حبيت تدخل وحتى حكيت مع رئيس النادي الافريقي هيكل تخيل، اتصل بيك ووضح بعض الامور بخصوص اللاعبات. هو نقطة الخلافية، انا علاش البارح دخلت في نقطة وحيدة. عبد المجيد قوبانتيني وقت يحكى معايا على الكاميروني يحكى في نقطة واحدة، قال انه النادي الافريقي حاب يحول له وجهته. انا قلت له مش صحيح، ما ثماش تحويل وجه. هو البارح كي دخل قال عبد المجيد عنده الحق، دونك يقول عبد المجيد عنده الحق معناتها النادي الافريقي حاب يحاول الوجه. السيد هذا مش صحيح الكلام اللي يقول فيه. اللي يقصده اللي طوال كلمته قبل الكلوب. لا، ثم فرق بين تحويل الوجه وبين اللي طوال كلمته قبل. حتى ستيف كلمته قبل، ستيف ما قالش الكلوب تحب تحاول الوجه. واضحين. النادي الافريقي ليس لها علم. مش نقول لك انا ريت علاش نحكي، لانه نهارتها انا ما عنديش الحق، مانيش مسؤول في النادي الافريقي. فما تفاصيل ما عنديش الحق نحكيهم. كي حكيت مع رئيس النادي ونوريك المكالمه وبعث لي حتى لله. طبعا انتروتر مثلا تجبد حديث قالوا انه الكلوب بالعاني خرجت حكايه انه مضروب باش يمهدوا شويه الجمهور. لا سي با فري خويا. ها هو نوريك انا معناتها رئيس النادي، ها هو هذايا الرابور ميديكال نتاع الملاعبي. يعني الملاعب يعاني من اصابه بالحق، صحيح. دونك هيئه النادي الافريقي مش قاعده تكذب على الجمهور. ثم انه النادي الافريقي الوكيل اللي اتصل بها هو غير الوكيل اللي حكى معاكم البارح، فرنساوي كاميروني. مش مشكله النادي الافريقي انه السيد هذا عامل برشا وكلاء، واحنا النادي الافريقي ماهيش مشكلتها باش تدخل في عركه الملاعب مع الوكلاء. تو مثلا نونتروتر الملاعب هذا يقول لهم اللي الوكيل هذاك ما عاد عنده حتى صفه، عملت له فسخ. الكلوب باش يهمه ما يهمهاش، عمل له فسخ. اما راهو السيد اللي حكى مع البارح هو توفيق خالد بعث لي الكونفونسيون والورقه مصحه، وفما شكون قال معناها على تونس بركه ولا شمال افريقيا بركه ولا ليبيا بركه، مصحح له معناتها على العالم الكل. باقي ماكش فاهمني يا اسلام. انا نبعث لك توا انا وياك نعملوا عقد كيراه نتاع الاستوديو هذا وبعد فسخناه ونبعث انا لايمن كان عقد الكيراه، ما بعثش الفسخ. ايمن شنو باش يبدا عنده علم؟ باش يبدا عنده علم بالفسخ بالعقد برك. الكلوب ما عندهاش دخل، ما يهمنيش فيك. هو البارح قال شكينا برشكي، كان الفيفا عطاتك الحق ما الملاعبي باش يتغرب وباش يعطيك فلوس. لكن ما تدخلش. انا البارح اللي غاضني انه السيد يدخل في النادي الافريقي، يدخل في النادي الافريقي. واللي غاضوا اكثر انا نقول لك، حتى حكيت مع هيكل دخيل قال لي ما تعاملناش معاه السيد هذا، دونك ينجم يقول لك. هو قالها البارح، هاو سكروا علينا التليفونات. ايش نعمل لك سكرت عليك التليفون يا اخي؟ انا باش نفرض على خول ملاعبي اللي هو في فتره زاد قال انا وكيل، يفرضوا على خول ملاعبي باش يحل التليفون؟ يعني ما تجبدش الكلوب في امور لا تعني النادي الافريقي. الكلوب موقفها سليم. هو جبد الكلوب كي قال لاعب مصح مع ستيف. لا هو استفزني كي قال قوبانتيني صحيح. لا استفزازك اش عنا فيه؟ في استفزك لا ما هو غلط. أما هو جبد الكلوب في موضوع مصحح مع وفاق ستيف، لهنا الكلوب يولي عندها دخل. لا مش مصحح مع وفاق ستيف. ثم انتم حكيتوا على اكور لوفر اللي صح. لا مش صحيح. راهو من الناحيه القانونيه راهو كيما نقولوا احنا في تونس، الوعد بالزواج ليس بزواج. راهو لوفر هذيك الملاعبي ما دام ما صححش على عقد راهو ما ثماش. قال العكس. لا ثم اوفر. اذا كان نيغوسي معاك بار ميل انا تجاوبني ونجاوبك ونوصل الحل الاخر. لا خلينا نكمل لك عاد، مش ما نحكيوش على التصحح. اذا كان نحن انا وياك قاعدين نيغوسيو وصلنا لوفر معين، اعطيتك المده والمونتون وكذا وقبلت انت حتى بار ميل، انا مش نقول لك تصحح. تنجم النادي الافريقي باللوفر نتاع ستيف هذيا تصحح للملاعبي، لكن النادي الافريقي ما تعرفش شنو العقوبات اللي تجيهم. لا ثم حتى عقوبه. ما ثم حتى عقوبه. هو قال لي ما تهبط حتى شيء. نعطيك شنو بعث لي اخر زاد، بعث لي فيديو للملاعبي يتكلم بلسانه يقول استناوني باش نجي لستيف وباش نكمل اجراءات وكل شيء. يبعث لك شيء فيديو للملاعب يقول راني نحب الوكيل هذا وراني نحب ستيف وراني أموت عشقا فيهما. هذا لا يعني النادي الافريقي في شيء. هذا اللي نحبكم تفهموه. فيديوهاته وثائقه واموره لا تعني النادي الافريقي. خلي اللاعب في اشكال، سمحني اللاعب يقعد في اشكال من النادي الافريقي ما عنده تعليق. هو هذا اللي نحبكم توصلوه. هو كاميرا واللاعب اسمع الملاعب هذا قبل ما يكون لوفر راي من الناحيه القانونيه ما عندها حتى صله الزمن. مع كلمه يامن تقول لي ما عندها حتى علاقه الافريقي، الفريق بيصح للملاعبي
اذا كان هو بطبيعه مصح في جمعيه اخرى باش تعطيه فلوس انت كتصحح له لهناك يتعاقبوا الفيفا توقف لك الملاعب بهاك خسرت فلوسك تمشي هكاك كيفاش ما عندها حتى علاقه اجي نقول لك شوف 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 خلي العقد مضى العقد راهو مش الكلوب افريكان باش تعيط له انت قلت 160 الف دولار ماهوش باش يصحه باش تمد له 160 الف دولار باش ياخذ نسبه هامه فهمت خلينا نكلم هذا حاجه اثنين ان الملاعبي كي باش يتعاقب تو سامحني ملاعبي وقعت دعوته للمنتخب الكاميروني وقدامه مستقبله باش يجي معناتها يرتكب الحماقه هذيا انه يتعرض لعقوبه طويله من شانها ان تاثر على مستقبله هذا واحد اثنين النادي الافريقي راهو قبل ما يمضي الحاجه ما تعرفوهاش انتوما انه قبل ما يمضي للاعب راهو معناتها شاف لي زانستونس انترناسيونال وشاف على المنصه انه الملاعب هذا ماهوش ممضي حتى فريق وشاف امور ونزيدك اكثر منك النادي الافريقي ما يدخلش في الامور هذه نعطيك انا اكزامبل المثال نتاع بن عبده نتاع الملعب التونسي النادي الافريقي مصحح له وتراجعت الملعب التونسي لانه صار امضاء معناتها الملاعب مصحح وقت الملاعب يصحح واستاد من بعد بطلت مال الكلوب افريكا قالت لي مانيش باش نستعملوا العقد هذا بورتون كانت تصبوا العقد الملاعب يتعاقب ما عملتوش الكلوب افريكا في ملف الكامروني اتصلت به خلصت له والمعلومه اللي قلتها لك هو اعترف بها صحيحه واكبر دليل على انه النادي الافريقي ماهوش قاعد يتزحلق بلغتنا هو اعترف الوكيل قال صحيح راه النادي الافريقي هي اللي خلصت البي دافيون يقول لك الفيزا بداو فيها فريق اخر تو سامحني بجاه ربي انا كممثل على النادي الافريقي نحكي مع الملاعبي نقول له معناتها وقتاش نجم تجي يقول لي تي بو مونفوي معناتها بي دافيون لو جور جي نقول له انا الفيزا يقول لي نو سي بون ما عندي الفيزا مريقله باش نقعد نقول له بالله بنت خالتك عملتها لك الفيزا ما يعرفوش الفريق تو ماكش فاهمني تو نحكي ونعرف انا نعرف لا لا ماكش فاهمني انا نعرف انا نعرف انت قاعد تحمل فيا تحكم عليا بالنوايا انا السيد هذايا اتصلت به وشفته ليبر ما عنده يا اخي مالا معناتها نحنا نقول لك حاجه اخرى قالها لي مثالش هيك خلينا نقولها يحبوا يحكيوا مش ما ثم حتى مشكله مع ليطوال ما ثم حتى مشكله هيك الدخيل قال لي نتقابل انا وزبير بايا دو تروا فوا بار سيمين نتقابلوا بالتليفون نحكيوا نزيد نعطيك كونفيدونس اخرى باش تفهم اللي طريق تعامل النادي الافريقي في الانتدابات راهي شفافه جدا باش نعطيك معلومه ولهنا كل الشكر للسيد حمدي المد باش نعطيك اون كونفيدونس الكلوب افريكان وقت كانت باش تاخذ بلال ايت مالك داكور دخلت الترجي الرياضي التونسي على الخط باش تاخذ بلال وخرجت المعلومة شكون اللي وقف العملية سيد حمدي المد هاو هيك الدخيل يسمع فيه كلم ليزاجون تاعو قالهم الكلوب افريكان كلمتو قبل ما تعملوا حتى تعامل مع الملاعب باش يمشي الكلوب افريكان يرحم والدي وبرافو ليه كيف كيف زبير بايا وهيك قاعدين يحكيوا مع رئيس النادي الصفاقسي قاعدين يحكيوا قبل ما تاخذ الكلوب افريكان لاريير نتاع الترجي السهيلي لا حتى لاريير نزيدك معلومه اخرى في بالو سي حمدي المد بلي لاريير ماشي كلوب افريكان انا اللي ما في بالوش لا هاني قلت لك هاو هيك الدخيل نطلبه لك تو تسمع كان يستا تسمع ليش شوف 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 التعامل النادي الافريقي خلي تكرت برشا النادي الافريقي خلي كمل نعطيك ماجد تو عنده درجين ماجد كمل نعطيك كمل اسبيرونس خلي نكمل النقطه هامه خلي نقدم لك ماجد يكمل النقطه اللي يحكي استاذ ما نحكوش مع بعض خلي نقدم لك درجين وانا ساكتين قاعدين نكمل النقطه هذه خلي يحكي برا نقدم لك سلام المد مقدم آخر مرة على أعصابك شوية اليوم لا لا على خاطر الكلام اللي يحكي فيه ما عنده حتى معنى هو يحب ندرشكون تتلهى في روحك كمل النقطة أنت تتلهى بروحك الأولاد كمل النقطة هذه وخلينا نعطيه يعلق عليها أعطيه بالليل نص نهار ونص خليه يحكي كملت أنت كملت أنا هي النقطة النقطة نتاع أسامة السهيلي خلينا نحكيه وهو كمل أستاذ أي النقطة نتاع أسامة السهيلي قلت لك السياسة الجديدة نتاع النادي الإفريقي في التعامل أنها ما تدخل في صدام مع حتى جمعية يعني أنه أي فريق وهاني قلت لك أنا عطيتك ديزيكزومبل وحكيتهم على لسان رئيس النادي أنه الفرق اللي دخلت في مفاوضات يعني النادي الإفريقي وقت اللي انتدم الملاعبي كان معناتها بعلم الفرق الاخرى وهاني قلت لك انا حمدي المد بونيش باش نقول كلام الراجل يسمع فيا وهيك اللي يسمع فيا قلت لك في بلال ايت مالك قلم تقف واضح حيتفضل مجد بالنسبه لاسامه السهيلي ديسبيرانس وقت فسخت له عقده انتهى الامر ما عادش يهم اي جمعيه تتصل به وما عندها حتى دخل سواء الكلوب ليتوال صفاقس اي جمعيه دونك خارج من مشمولاتها المعلومات اللي عندي خليني نعطيك مثال الاسبيرانس فما برشا ملاعبيه يحبوا يفسخوا من الاسبيرانس منهم حتى محمد علي بن حموده
ومنهم مسام السيلي مش شروط انه ما يمشيش الجمعيات الكبار، يقول له جيب لي كونترا مع جمعيه اللي ماشي لها باش نفسخ لك. مثلا محمد عيب بن حموده علاش ما فسخش لليوم؟ نتحداك اذا فما هاللغه هذه اللي قلتها انت تخرج من رئيس النادي. باهي مثال انا قلت اسامه السيلي وقت فسخت له ترجي الاحد ما عادش يهمها مش مولاتها باش يمشي اي جمعيه. انا ما عادش حاجتي ما تدخلش في المشروع نتاع اللعب نتاعي، سيبتك على روحك تمشي وين تحب. بلال مالك عمر الاسبيرانس ما كان زاد داخل في مشروع اللعب نتاعها، ما اتصلتش به. المعلومات اللي عندي تقول لازم. لا انا احكي مع سي حمدي ديريكت. بلال مالك مش داخل في البروجي نتاع الاسبيرانس. عنده اسامه جاي يوسف البلالي بلال مالك دونك يجي لو تروزيام والكاتيام شوا. دونك هذه حاجه. بالنسبه للملاعبين اللي نحكيوا عليهم توليد البوليميك هذه صارت على تاكون هذايا نتاع الكامرون. بون لي جون دو جوار برشا هو بيدو يتصل هو بيدو فهم ساعه جوار هو يتصل بجمعيته مش الجمعيه تصل به. لي البوليميك لي جون لي جون وانا انا نقول ما عندها الكوبافيكا ما عندها حتى ذنب من حقها باش تتصل باي ملاعبي، لكن كي نعملوا البوليميك هذايا ومن بعد ندخلوا ملاعبي قال شنو اللي صات نتاعو في كامرون خارق العاده، ومن بعد اعطيني انت ملاعب من جبناهم تو عندنا اكثر من 6 7 سنين ملاعبي فادنا في الشامبيونات نتاع تونس افريكان ايترونجي حتى واحد ديالو بوليميك وعرق وما نعرفوش الفالور ريال نتاع الملاعب هذا انترناسيونال هذا منتخب الكاميرون. يا ودي قداش من الكاميرون قداش من ملاعب جي انترناسيونال اعطيهم لي اللي فادوا الكره التونسيه. سامحني قداش سامحني مجد بربي في النقطه هذه انا مش نحكي مع الامور فاني ما نحبش ندخل في البوليميك نتاع لي كلوب. عندك فكره عليه الملاعب يا من الملاعب يلعب في استر إكيب أسر كيما نقولوا أسر ما تمش كيب كبيرة فهمني بون كيب محترمة في الكاميرون. لا مش كيب كبيرة كيما كوتون سبور الهداف نتاع الشامبيونات هذه ريزون دو بلوس اللي هو معناها في كيب كيما قلت أنت مثلا متواضع يخرج هداف من 2022 يلعب في أسر معناتها أنت كوتون سبور اللي هي تعرف كوتون سبور إيش معناتها معناتها كوتون سبور سي لا مافيا دي جوار غاديك اللي تهز في لي جوار الصغار اللي بيبيت تهزهم لأوروب. أنا تفرجت في الفيديو نتاعو لعب يعرف يلعب اتاكون مش خايب ما تبى اما من 2022 الناس كل غايب عليه ما اتفقنا بيه كان تو هذه اللي نحب نوصل له فهمت معناتها سيرتو في الافريك راهو اللي جوار معناتها افريكان معناتها من عمره 18 سنه 19 سنه ياخذوه معناتها تلقى كان كيما نقولوا فيها تروازيام كاتريام سانكيام شوا فهمتني مي تقعد مير بيتور في الكامرون بطوله الكامرون ماشي بطوله ضعيفه برشا ضيفة برشا بطولة الكامرون وسط ميدان تاع الترجي قداش عمره أولو أولو أي قداش عمره أولو في اللي كو يستنيفوريان أولو ولا أفريكان ولا توغو توغو قداش عمره أولو يلعب في ليكيب ناسيونال تاع توغو قداش عمره جاوبني قداش عمره والله ما عادش 30 عام 30 فاقوا به في 30 عام هاي ما خذتوش أوروبا هم لاعب كبير يلعب في الترجي ما شاء الله عليه أنت متر راهو لو فات أنه ما خذتوش أوروبا سمعني متر أنا نحكي لك على حاجة بركة نحكي لك الإكيب هذايا توني مثلا ما نحبش نذكر الجمعيات باش ما تصيرش إكيب إكس وتوا معناتها الإسبيرونس والكلوب أفريكان والإتوال والسي إس إس يلوجوا في مثلا لي ميور جوار في تونس فهمتني بشي ويعمل لك ان جوار معناش في جمعيه واحده اخرى بعد يمشي لك الاوروبا ولا يمشي لك ليكيب كبيره معناتها ما شفناهاش نحن في قدام عينينا انا ايش حبيت نقول لك انا وين اعطيتك اكزومبل ما سماهوش دليل بدليل انه واو اولو 30 سنه يلعب في الاسبيرانس ناسيونال اولو حتى هذا ايكيب ناسيونال لا ما لعبش في ايكيب ناسيونال لعب حتى ماتش اما الكاميرون مش التوغو زاد حتى ما لعبش معناها الكاميرون مش التوغو كونفوكي اما ما لعبش لعب حتى ماتش اي ما لعبش اما اولو يلعب تيتولير في ليكيب تاع التوغو كمان مجد قاس عليك يا من ما شافتوش اوروبا ما تغشوش واضح دونك ايش قلت الملاعبي ريت الفيديو اللي يعملوا فيهما لي فيديو كل بريسك بري فابريكي احنا جينا سرتان ما وقت الاسبيرانس جينا من زير هذاك الملاعب اللي استعذرت اسمه نسيت جاب لنا فيديو وانك شفت دخت اللي جوش او كجي سرتان ما زيري ولا شنو زيري فكرني وين لعب باش يلعب يلعب على اليسار اللي جوش نسيت والله باه تنت فكروا مش مشكل جا انا شفت فيديو نتاعو شو هذا انبهرت عاملين في الاسبيرانس ما عندنا شيء بن ساحه لا منين جاء فسهل لنا شويه باش طلعوا اكيد من زير وقتها والله تنستحضر اسمه معناه الفيديو هذوما كل موج دليل احنا في تونس معناه الثقافه اختيار اللاعبيه ونتبعوهم الناس تبع اللاعبيه على عامين ثلاث سنين راه مش تاخذوا على خاطر فيديو ولا خاطر او زادوا كونفوكاسيون ليكيب ناسيونال باش ناخذوا ومتاكد باش ننجح دونك هذا البوليميك اللي عملوا فيها
احنا اليوم لازم نعاودوا برشا حاجات وبرشا ولازم تكون عندنا ثقافه باش نعرفوا كيفاش ناخذوا الملاعبيه ونستحسن معناها نتطوروا برشا. اليوم ناخذوا على اجون، ناخذوا على فيديو، ناخذوا على ستات، ناخذوا هذوما حاجات كل هذاك. علاش قلت لك انا اعطيني ملاعبي تو عنده سنوات تخلى لتونس وفاد الكره التونسيه، هز النيفو وطلع بالي مليش مليش. باه خلينا نكمل معاك مختار. والله انا فما نقطه نتاع جذبتها انا نتاع السيني نتاع تراجي، انا حسب رايي من عاش المزياني ذكرت. طيب مزيان، طيب المزيان بون ما خذاش فرصته برشا راه في الترجي زاد. حتى شيء حتى مشى ليتوال. ما خذاش لا في ليتوال نجح. ليتوال نجح. مش هذاك البالي سوبيريور. كان ما نجحش ما تبيعه تقريبا بجوج مليارات في عشرة السعودية ليتوال. الأب هاي. إي كتفضل. قلت لك أنا كردة فعل حسب رأيي ما جيت. كردة فعل على كون النادي الإفريقي أبرم التعاقد مع السهيلي. هو كون تراجي ردة الفعل بكون شريت المتوسط الميدان نتاعنا اللي مشى. سميه لي لاري عزوني. لاري العزوني شنو علاقة هذا؟ لاني فصل لك نحن السيري، نحن السيري لا وش قول لك انا معناها انت لاري، انت لاري العزوني معناها لاري لاري العزوني معناها في الدومي تيران تاع تراجي بالنوبر اللي موجود. لاري العزوني عنده بلاصه قوه التراجي ما تتلعب حد جمعي صححت مع السهيلي إيه؟ بعد جمعتين تصحى مع تربت اي نربت انا سلمان لاعب سابق للنادي الفريق. هذا رايي ما عنده حتى منطق. لا منطقي كلامي انا منطقي قاعد نقول فيه باش تقول لي انت ما نتلاهاش بيك. علاش تتلاهى بيا بالسيف عليك؟ وعلاش بالسيف؟ انا جارك وانا اسم النادي الفريق. سامحني لازم تتلاهى بيا. تغزل ليزيكيب اللي اكبر منها واللي عاملين دي بيرفورمانس ولا تغزل الزيكيبات اللي مش مشاركين في الكوب دافريك. لا لا انا تو مشارك في الكوب دافريك يا مجيد. ان شاء الله تشاركوا ونحن اسم ان شاء الله تشاركوا ونحن جمعيه طاهر الشابي ومش جمعيه طاهر الشابي. يا ودي يا ودي ما قلتش لا اما الاسبيرونس تقول تتلاعب بالجمعيات هذوما. لا سنو ما لازمها تلاعب بيا. علاش تلاعب بيا؟ ما تلاعبش بالجمعيات خارج تونس العاصمه تلاعب بيا. الاسبيرونس شامبيون فيناليست كوب دافريك وماشي تعمل كوب دي مود تغزل قدام ما تغزلش لتيري. هذه هي غزره اللاري العزوني. يا ودي باش كلام صحيح. الجوار نتاع نادي الفريق وين وين بلاصه شكون في الدوري تاعنا؟ خليتو انتم وسام السيدي يلعب في الاسبيرونس. نتقابلوا تو وسط العام ونشوفوا يا ماجد. تو نشوفوا اللاري العزوني في الماتش تاع العام. بالله مختلف فسر لي العلاقه انا بدي ما فهمتش. انا قلت حسب ما سالتكش. شنو هي علاقة الكلوب جنب السيدي وتراجي مش جنب انا اللي قلت لك انا عزوني فيهاش حتى منطقة الجملة اللي قلتها صراحة. بالنسبة لي انا بالنسبة لي انا السيلي جوار اكس جوار اسبيرونس جابته نادي الفيخي بطريقة يمكن تراجي ما عجبتهاش. انا قلت من بعد مدة راهو نحكيو على 8 ولا 7 ايام رينا تصحح مع اللاري العزوني. انا بالنسبة لي انا من قبل نيغوسيو مع اللاري العزوني من قبل ما يمشي السيلي للكلوب وتصحح بعد ديريكت بعد ما صحح السيلي. انا رأي موقفي علاش التوقيت هذاك ما نعرفش علاش ما عندوش حتى علاقة به. واضح استاذ كملت سيبو عن نادي الفريق هذا ولا حكيتو مع هيكل تخيل ظهر لي الملاعب مش صح ولا زاد. شوف سي مجيد سيبو خلينا نكملوا. انا كان رايي تعطي اليوم الكلام خاطر مسكين من قبل يتفرج فينا نص ساعة الاخرى تعطيها اليوم فقط خاطر قلت لك مش صح الملاعب تاعو في ديسمبر ظهر لي. اي ديسمبر مازال يشوف المشكلة هو عنده اسمه عنده بليسور جراف. اي هي بليسور ماهيش قلت لك الرابور عندي ديسمبر هو المدرب طبعا المشكل وين مدرب حسب ما شافوا في اللي فيديو عجبوا لكن مدرب تعرف تو في الكلوب افريكا يقول لك يلزموا يعمل معايا دي سيونس دونترينمون باش نشوف. صحيت اذاش حبيت اذا اللي حبيت نوصل له ريت وهو وهو معناتها باش يبرم البليسور مش تو هذاك علاش الامضاء النادي الافريقي لم تمضي معه ومش للبوليميك اللي قاعده صايره لم تمضي معه خاطر فما شويه قاعدين يتريفوا اذا يشوفوا من الناحيه القانونيه فما شنو هي هي اللجنه القانونيه ونقول لك انا ريت البوليميك اللي صايرة توا على نتاع الكونغولي كيزومبي والليبي وتتشوف ان فان دو كونت. انا عندي ثقه في اللجنه القانونيه باش يتاهلوا. اسلام امبارح وقع الاتصال انه كمال فما جمله قلتها انا قلت كل شيء تبدل في النادي الافريقي الا سماسره. قال كمال برشا كلموني زاد شكون يقصد مختار السماسره. انا بالنسبه لي انا هانيش قلت انا حتى تم الاتصال بعد كمال قال اتصلت بسي هيكل تخيل وفسرت له
قلت له انا بالنسبه لي هيك القى لي يسلم على مختار قل له راو اذا كان ثم حاجه تبدلت في الكلوب افريكان رئيس ماسره ما عادش موجودين اي حبيت تعرف شكون يقصد انا برشا كلموني زاده انا بالنسبه لي انا الاسامي هما بيدهم من عاد سليم الرياحي تو دايرين بالبارك ويبيعوا في الجوهرات ويدخلوا في حاطين شنو تقصد ولا شنو انا شكون نحكي انا تعرف منيت كمان تعرف منيت في انا قلتها امبارح ونعاود نقول بلي اسمعني كي نكلمك الملاعبين اللي جاوا تو سنين للكلوب اغلب لي زاجون اللي جابوهم هذه معلومه مؤكده معناها ما كانوش يتعاملوا مع الكلوب لا فهم فيهم حاطين خشوماتهم عطيني شو سمينا لا لا مش سمين سمي عبيد انا خلينا نكمل لك حاجه انا كيفاش نسمي عبيد نخدم معهم نكمل لك حاجه كمال شفت نحن في تاريخنا يذول لي انت عشت اكثر مني لا عشنا سيف خلينا نسميه انا مثال تقصد في ريفاد دريدي مثلا اللي جاب كين زومبي اي ريفاد دريدي الناس الكل تعرف اللي هو جاب برشا صفقات كبيره للفريق وخسرنا برشا خسرنا برشا صفقات لا لا خسرنا برشا فلوس خسرنا برشا صفقات من عاد سليم الرياحي عندنا عباد تعليم ريفاد دريدي لا اعتبره هو وكيل ما شنو ولد الكلوب افريكان اسالوا ريفاد اما وكيل لاعبي لا لا في النادي الافريقي احنا نحكيو عن النادي الافريقي قاعد يتصرف توا انا مثلا نعطيك مثال انا ولا مختار كان نوبو النادي الافريقي باش نخلصوا عليها تخلصوا ما تخلصوش لا ما نخلص لا مستحيل بلا فلوس انا جاوني زاد جوارات وحبوا يشكيو بالنادي الافريقي في الترجي الرياضي قاعد يخلص شكون الاستاذ الرياضي تويتي في الترجي قاعد يخلص ما يخلصش جمعيته يخدم في جمعيته كمال حبيت كلمه برك رضا كيف كيف راهو يخدم في النادي الافريقي حبا في النادي الافريقي حبيت كلمه برك تعرف توقعت انا بعد السيف هذا اللي في تاريخ النادي الافريقي عمرنا ما عدينا سيف هك في لي ريكروتمون والفلوس اللي دفعت لونترنور ولا المدير الفني يا خويا يستعمل لاتوم تاعو في تاريخه مع في الاوروب خويا هالبوست نتاع لافون سونتر ولا البيفو ولا الاكسيال يحاول ياخذ هو اون شارج ياخذ هو اون شارج توا هذا الكاميروني توا لازمك تقول للجمهور تو راجعين نهار السبت ونهار باش نكوروا نهار الجمعه يوفى الميركاتو انا بالنسبه لي انا خويا يخرج خويا الكاميروني هذا باش هو بيدو الكاميروني باش يقعد الكاميروني هذا كمال يعمل في الكحله بيض او قول قبل ما يشارك قبل حد شيء نورمالمون كي يقعد يقول انا كان عندي وكيل السيد هذا وفسقت ويوري الورق واضحين ويقول توا وكيلي خويا وراني عندي اصابه ما طلعلوش الاصابه وانت بعد ما تعمل له الفحص الطبي هذا لازم يكون واضح نحن بالنسبه لي انا كمال حبيت لو كان يجي لو كان لونتورنور هذا يحط البصمه نتاعو يحط البصمه نتاعو ياخذ جوار يقول راو بالنسبه للافون سونتر انا عندي بروفيل معين موجود برا نمشي وجيبول هذا اللي ما صارش السنه باش نبقى صار الملاعبي الفرنساوي جابوا المدرب بطلب بالاسم واللقب واسم البو اللجنه الطبيه قالت له تقف غادي وانصاع لامر اللجنه الطبيه وذلك علاش انا قلت لك فرحان انه الخدمه في الكلوب افريكان نظيفه ولات فقط ناخذك في ميركاتو الكلوب يامن من ناحيه الكم والكيف معناتها بالرسمي عندنا برشا معناتها ما شفناش لي ريكروتمون هذوما والله شوف لي ريكروتمون معناتها يسون فاريي ومن خيره مثلا اللاعبين الموجودين التوانسه حتى لي زيترونجي معناتها شفتهم وتبعتهم معناتها تفرجت فيهم دي جوار معناتها مش يعملوا ديفيرينسا في النادي الافريقي جوست معناتها البوست نتاع الاتاكون اللي هي المشكله والبوست ايدو لا معناها مش انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي راه كنت نتكلم تو الناس قلت لي كنت تولي ضدي في الحكايه هذه اعطي رايك انا بالنسبه لي ايدو ايدو كما جاش باهي ما تاخذوش صفاقس ايدو كما جاش باهي ما تاخذوش الترجي يجوز ما جاش باهي ما تاخذوش النادي الافريقي بعد الباساج نتاعو نتاع النادي الصفاقسي ايدو كان معايا في العربي الكويتي وقت كنت معناتها مستشار فني في النادي العربي الكويتي يحب ان ريجيسور وراه توا مفقوده معناتها النسيون تاع الريجيسور مش في مفقوده في العالم الكل فهمتني يحب الريجيسور خاطر يحب لابوي صحيح مش يراتي برشا قدام الكاش مي خويا يلبيز دور سو لا ديفونس وما توافقش مع الترجي وما توافقش مع النادي الافريقي لكن مع النادي الافريقي كان صحيح. يعني حازم وكان معناتها من معناتها من ليزاتاكون الناس الكل تتمنى تكون عنده ايدو تبقى لي ريكروتمون تاع النادي الافريقي فما حاجه بركه معناتها انا اللي هي ما فهمتهاش هي التخمه برشا في الـ في الـ في الاجنحه وكا الاجنحه اي بس سنسر مو بالي مني معناتها كان جيت عند على اليمين وعلى اليسار تحكي نحكي على اليسار على اليسار جبت الخضراوي وايت مالك معناها هذا مزوز سيلي وش اسمه مش سيلي ولدكم رشيد العرفاوي رشيد العرفاوي اكثر من بلاصه لا لا نحكي على القدام نحكي على القدام لي زيكسونتري رشيد يلعب في اكثر من بلاصه اي وعندك انت على اليمين كيف بسام وثلاثه قلب وكين زومبي سته برشا
ست هذيك حاجه على اليسار ما برش بابون ولا برش. انا حبيت ان كان شافوا ان جوار ما تطو حبينا ولا كرهنا معناتها الترجي الذي التونسي مع ينساس فهمت قاعد يعمل في ديفيرنس كبيره ياسر معناتها الكاليتي هذيك نتاع مفقوده في النادي الافريقي كان بروفيل كيما كي كنتصور معناتها يزيد هذه صنع العاب تقصد حاجه صنع العاب فما غيث صغير مش كافي اي بي كغيث صغير نحب شوف الكاليتي اش قلت لك انا من الاخر قلت الكاليتي نتاع ينساس كيكا فهمتني نفس الكاليتي كيما كيكا في لي بالاريتي صحيح صغير يشوت بلا مي كاليتي كيما كيكا معناتها تزيد دعم النادي الافريقي مي على المجمل نستناو معناتها الناس الكل قاعدين نستناو في النادي الافريقي في السيزون هذايا وان شاء الله يعمل بيرفورمانس باهي وترجع معناتها التنافس الباهي بين مش كان النادي الافريقي بركه كيما الاتوال والسي اس اس يرجعوا معناتها التنافس ترجع البطوله كيما كانت قبل وذا مزيد كان يطور معناتها كره القدم التونسيه. خلينا نكمل معك انت مجد ناخذ رايك الكلوب تقلق سنه ديسبيرونس نجمو اكيد تقلق خاطر ريكروتمون اللي عملتهم كلهم سيبلي ومعناها في لي بوست كل بريسك لونتونور عنده في كل بوست عنده دو ولا تروا جور غايت صغير راهو انا من افضل ليجيسور اللي تو موجودين في البطوله التونسيه حتى انا بدي قلت هذا يستاهل حتى المنتخب. مع الزمزني مع الزمزني ايدو المشكل نتاع ايدو مش هداف انت تعرف انا فونسون يعيش بالاهداف تاخذ الاستات نتاعو في اللعب في الاسبيرونس حتى في الكلوب ما يسجلش برشا اهداف دونك هذاك المشكل نتاعو سي ان اتاكون دو ستاسيون ممكن الكلوب افريكان افيك لي زاتاكون تو الكولوارات اللي تكلمت عليهم اليوم قويين حشيتها ببروفيل نتاع واحد بالراس يضرب مليح يكون ديما معناتها ثقيل في الداخل 16.50 ممكن هذا اللي ناقص هو لاتاكون اللي تكلمت عليه يدو معش ثقيل ومعنى شفت معنى حتى في الوقت تبدا اكسيون رابيد ديما عنده هذاك الروتار في التايمينغ نتاعو هما ليكيب تاع الاسبيرونس ولا الكلوب افريكان تلعب لاتاك بلاسي معناتها شفت الكلوب افريكان توا معناتها في النسخه الجديده معناتها الاستحواذ الكره الشامله تخرج الكره من اللوطا لازم اتاكون تابي عليه يمشي يخدم ديفياسيون ساعه ساعه وقت تعطي كوره في البروفوندور لاتاكون لازم يجري مجد مفقود انتم مش عندكم مشكله تاع اتاكون رودريغيز انا احكي لك رودريغيز مش موجود اي لا ترجي الرياضي التونسي عنده اشكال في كان يلعب لوكي ديز يبيس مش رابيد برشا مش رابيد برشا يبيس برشا صحيح يدول انا نقول بالنسبه للكلوب افريكان تو حاليا ممكن من افضل الملاعبين اللي في الشامبيونات اللي شفناهم خذيتهم دونك باش تكون اقوى سي نورمال وهو انا نشاطر في الكلمه سي فري كي تلقى كلوب افريكان ترجع ليتوال صفاقس هذا المستير خاطر فالور سور ولات في الكوره تو في تونس معناتها ترفع قاعده ترفع المستير وملعب التونسي معناتها هذوما سي نورمال الشامبيونات يزيد اقوى هذاك علاش نقول السنابش المنافسه باش تكون اقوى من من الموسم الماضي. اي وفي التعليقات حتى يقولون الرقم 10 قليل الشتزيري اللاعب الشاب كيف كيف فهم به نمشيو للموسيقى بعد نكملوا اخر جزء من الحصه نتاعنا اليوم.